في واحد من رسائلكم جبد لي اليوتيوبر حماده اليوبي قال لي علاش ما حضرتش على الفيديو هذا اللي دار ضجه انه حرق يعني من وهران الى اسبانيا وهم شباب من المغرب والجزائر، قلنا انك تهضر على هذا الموضوع المهم جدا اللي راه حاضر بقوه في مجتمعاتنا. اول حاجه خلونا نشوفوا الفيديو تاع حماده اليوبي، رابطه موجود في الديسكريبشن بوكس. وشكرا للاخ اللي ارسل لي هذا الفيديو، شكرا للناس اللي تعطيني مواضيع هادفه. يعني في بعض الاحيان نديروا مواضيع هادفه كما اليوم، بعض الاخر من الاحيان يعني نديروا فيديوهات رياكشن، نديروا فيديوهات تضحك تخسر الى اخره وفلوجات وحكايات الى اخره. خلينا نشوفوا انتم اخوتي، رحنا من هذا حماده مازلنا في وهران. قال لك انتم اخوتي رحنا مازال في وهران. وهران بودو ياسين صديق، وهذا في وهران هنا. رابط الفيديو لحماده موجود في الديسكريبشن بوكس خاوتي، روحوا عنده كاملين وادعوا له ان شاء الله بالفرج هو والاصدقاء تاعو. ربط لي وقت باش نمشي وياك اخويا ياسين. فيديو ان شاء الله غادي نديروه لهيها ان شاء الله، يعني ان شاء الله والحمد لله وصلوا على خير. اهم شيء هو انهم وصلوا على خير. يعني شوف الليل هنا في وهران، هنا يعني كان قريب الخروج تاعهم للجزائر. رايحين نتكلموا على الاسباب، رايحين نتكلموا على الاشياء مختلفه. علاش يعني درت هذا الفيديو؟ لانه كان طلب بالخصوص يعني المغرب والجزائر، وهم البلدان اللي معروفين بالحرقه هذه بشكل كبير الى اسبانيا. يعني انا ما نعرفش نعاودوا بقوالو الصغيرين ديال تاوي. يا ربي انا في القوارب، هيا تهلاو في رواحكم. هذا يعني شحال يكون في عمره خوتي؟ اي يا ربي ان شاء الله بربي واصلين، ان شاء الله ربي ان شاء الله بربي واصلين الحمد لله. المهم يعني في الاخير وصلوا، لانه الفيديو هذا يعني تم وضعه في اليوتيوب. وفي نفس الوقت يعني العديد من التساؤلات، العديد من الاسئله، يعني تقول علاش هذو جو الى الجزائر وحرقوا الجزائر برغم انه هناك، يعني العديد من التساؤلات واللي راح ممكن يجاوبكم عليها حماده في قناته. حماده نعمروا لي صوت فين حبسنا؟ في حماده ستاسيون. رحنا في ستاسيون. انت ياسين وتقول نساك ولا ريد؟ هذا ياسين. يعني راني نسمع في اللهجات، انا في الخلفيه تاع الفيديو كاين اللهجه الوهرانيه وكاين اللهجه العاصميه. هذا اللي قال وشنو ولا لابس الاعلام تاع المولوديه، يعني مولوديه الجزائر. بطبيعه الحال يعني شوف هذه صوره تتجسد يعني ولا تجسد الاتحاد تاع الشباب في وقت الصح في وقت الشده، يعني سواء كان المغرب والجزائر بغض النظر عن اللهجات وعن الاصل وعن البلد يعني الام. ودو ولكن اكد لي عليه سي بارشا حنا مجاهدين كيما راه يتكلم. هذا في الخلفيه ايضا اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، يعني اللهجه تاعو لهجه امازيغيه جزائريه، يعني هذوك القبائل تاع الجزائر. يعني اول حاجه تحيه لكل الاحياء هذه اللي يذكر فيهم كاملين. ولد مولوديه، ولد مولوديه وين خويا زكي من كازا. شوف يعني ولد مولوديه وخوه زكي من كازا، يعني صراحه صور جميله ولكن في نفس الوقت حزينه. يعني لو كان تسقسي كل شباب هذو، لو كان تسقسي كاع الناس اللي راكبين في قوارب نوي، تقولوا علاش راك رايح الى بلد يعني وين صعيب عليه اللجوء الولوج اليه، يعني صعب انك توصل له. طبيعه الحال ممكن تقولوا لي سهل بسبب قوارب الى اخره، ولكن صعب يعني ستان ريسك اول حاجه مخاطره. ولكن يعني كي تشوف الاسباب يعني تصيب باللي هذا الشباب معظمهم، يعني معظمهم راح نقولوا حوالي 80% منهم ولا 85% منهم ولا 90% منهم، يعني خلاص ولاو عندهم الخيار سواء الوصول ولا الموت احسن لهم. كرهوا هذيك المعيشه القديمه في الظروف اللي كانت فيهم قديمه، في ظروف صعبه، يعني كرهوا واحد الامور اللي خلاهم ما يفكروش يعني انهم يعيشوا ولا يموتوا، يعني فكروا انهم يوصلوا يحققوا اهدافهم وخلاوا الاحتمال تاع الموت يعني جانبا برغم وروده وبرغم يعني وصوله الى نسبه 90% لما تكون رايح في قارب وفاه. ما رانيش نتكلم باش نخوفكم ولا نقول انه هاد اشخاص اشخاص سيئين، هادو اشخاص يعني ابناء فاميليا. ديجا الدليل على ذلك اصبر مع اكبر دليل على انهم ولاد فاميليا ما كاش كلمه بايخه، ما كاش كلمه يعني كلمه سوء. معظم الحراقه اللي يديروا فيديو يعني يتكلموا ويوجهوا تحيات لامهاتهم والخاوتهم والاصدقائهم، يعني هذا شيء اول. تسلك ان شاء الله تسلك ولي صاحبي البلاصه. ريح
هاني امه ماشي صاي صاي راه يتكلم مع امه. سبحان الله العظيم الام تشوف، يعني تخيل روحي في بلاصتو انا، امي تشوف تحت لها الدمعه، يعني امك راهي تبكي عليك وان شاء الله تبكي بالفرحه عليك ان شاء الله. يا يعني الفيديو انا ما رانيش نشجع في الحرقه هذه باسكو صح الحرقه صعبه، يعني صعبه وما رانيش باغيين يزيدوا يموتوا اشخاص يعني بسبب قوارب النجاة وقوارب هذه القوارب قوارب الموت، ولكن في نفس الوقت نتمنوا انه نشوفوا هذا الشباب يعني طامع وطموح في بلاده، يعني يقدر يحقق احلامه في بلاده. نتكلم على الجزائر ونتكلم على المغرب ونتكلم على كل الدول، يعني نتمنوا انه كل انسان بامكانه انه يوصل الى اي هدف من اهدافه في بلاده، والمعنويات تاعو تكون مرتفعه في بلاده. نتمنى انه نوصلوا الى تلك المرحله، ولكن في نفس الوقت يعني الهجره تقدر تكون الى بلد اخر مسلم، ولا تقدر تكون الى بلد اخر سهل الولوج اليه وتكون في راحه نفسيه. الانسان بطبعه يشتي التغيير، يشتي التغيير يعني يحب التغيير، يحب يغير البلاد. ان شاء الله يا يعني سمعت وش قال المستقبل، يتكلم على المستقبل، المستقبل اللي رهنه يعني رهنه مسكين رهنه بين الموت والوصول إلى إسبانيا. ما رانيش نقلل من قيمتك يا أخي، ولا راني يعني نقول كلام سيء في حقك، راني نقول باللي أنت إنسان يعني شجاع. نتمنى أنك يعني تلقى مجال تستعمل فيه الشجاعة تاعك هذه اللي خلاتك تقطع البحر يعني، وتحقق منها أرباح وتحقق منها مستقبل مزدهر إن شاء الله. ولكن في نفس الوقت نتمناو أنه الإبداع رح يفتحوا له مجال في واحد الدول يعني اللي ما نذكروش واحد الأمور، يعني خوفا علي أنا على نفسي صراحة. أنا ما وليتش نبغي نهضر في واحد الأمور باسكو معظم المرات كي نهضر في واحد الأمور نتلقى مجموعة من التهديدات، يعني تهديدات ماشي في التعليقات، لأنه التهديدات تاع التعليقات هما اشخاص يعني اي واحد يجي يكتب تعليق اللهم بارك، ولكن تهديدات اللي نتلقاها من جهات يعني صراحه جهات لاحقه واصله. ولكن مانيش خايف يعني خوف هذاك تاع يعني نهار اللي يوصل الوقت اللي لازم نقول الحق راح نكون اول واحد نقول الحق ونقابل بصدري خاوتي قسما بالله العلي العظيم. الحق ان شاء الله مستقبلنا وتحت الوصف. بيك هب السلام عليكم النار انا ماشي الطرق صافي بقى والو ان شاء الله. المهم يعني تصور اللحظات هذه تعال نكملوا لكم انا كي نوصلوا حتى بلوغهم الى يعني الى بلوغهم اسبانيا. بطبيعه الحال الرحله ما كانتش طويله بزاف، لانه معروف على رحلات من الجزائر الى اسبانيا تكون قصيره، ولكن مقارنه مع المغرب بطبيعه الحال المغرب يعني اقرب الى اسبانيا من الجزائر، ولكن يعني الرحلات هذه البحريه يعني من الجزائر الى اسبانيا بشكل كبير، ويعني عدد كبير من المهاجرين يعني شوف يعني طريقة الوصول إلى هذا المكان طبعاً إلى آخره. بطبيعة الحال الأمر في نفس الوقت يعني مضحك وفي نفس الوقت يعني مخيف وفي نفس الوقت حزين، لأنه حزين علاش حزين؟ لأنه يحزن القلب أنك تشوف شباب بهذا العمر يعني خاطر بحياته باش يحقق المستقبل تاعو، لأنه المستقبل لازم على الشخص يكون مهيئ له كل الظروف الملائمة باش يحقق المستقبل تاعو، يعني ولكن الظروف ما كاينش، يعني ما كاينش على ذاك الشباب راهم يروحوا في قوارب النجاة وقوارب الموت باش يخدموا باش يحققوا المستقبل تاعهم لسوء الحظ. معليش حنا نتمنوا الخير ونكونوا ديما متفائلين، واي واحد من المهاجرين هذو اللي عانوا الامرين وسفروا في بلاد الغربه تروح تسقسيه تقول له هل تريد العوده الى بلدك، يقول لك نتمنى اني نرجع لبلدي ونعيش في بلدي امام امي واهلي واحبابي واصدقائي. ولكن هذيك وراء ولكن وكلام تعرفوا انت ونعرفوا انا ويعرفوه المشاهدين الكرام. لذلك خوتي هذا الفيديو تحسيس فقط، نتمنوا ان شاء الله من قلب رحيم يشاهد هذا الفيديو بامكانه توفير مناصب شغل يعني للشباب، وفروا مناصب شغل للشباب، وفروا لنا مناصب شغل يعني بدون هذيك الإهانة وبدون هذاك يعني الرخص، بدون يعني الأمور السلبية، يعني نتمناو أن نشوفوا يعني مستقبل مزدهر لكل الشباب في أي بلد كان، يعني في أي بلد كان من دول العالم الثالث ولا دول إفريقيا ولا، لأنه يعني إحنا شباب والله العلي العظيم متميز عن الكثير من الشعوب والكثير من الشباب يعني في عديد من الأمور، والله العلي العظيم شباب المغرب الكبير وشباب شمال إفريقيا جيبها من مصر وارواح، يعني شعوب وشباب
والله فريدة من نوعها، ولن تجد شباب مثل هذا الشباب في أي مكان من الأماكن الأخرى. احنا عندنا حقنات، يعني رانا محقونين بالعديد من المضادات والأجسام المضادة، راه عندنا إمكانية العيش تحت ظروف يعني ما تصوروهاش. نشكركم اللي شفتوا الفيديو هذا حتى الاخير، تحياتنا لحمادة وتحياتنا الاخ اللي رسل لنا الفيديو تاع حمادة اليوبي، رابط الفيديو تاع حمادة موجود في الديسكريبشن بوكس، روحوا شوفوه خوتي كامل مع بعض. نشكركم اللي شفتوا الفيديو حتى الاخير، نتمنى انه الرساله وصلت، نشروا الفيديو هذا باش توصل رساله اكثر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.